بسم الله الرحمن الرحيم. قل في الإسلام عيدان. زكي، متى عيد الفطر؟ نعم أحسنت. يا ما اسمك؟ محمد أمين. ما زكاة الفطر؟ أحسنت. ماذا تفعل في عيد الفطر يا شاهين؟ قلنا يا شاهين نعطي زكاة الفطر للفقراء ونصلي العيد ونزور الأهل والأصدقاء. ماذا يا شاهين؟ أنت نايم؟ نصلي صلاة العيد. أيوة، ماذا تفعل في عيد الفطر؟ قل نصلي. أنت واكل سد الحنك ولا إيش؟ طيب خمسة. أنس، ماذا تفعل في عيد الأضحى؟ نذبح الأضحية. طيب الذي بعده، أين تصوم شهر رمضان؟ تصوم في... قل، أنا أكلمك عن نفسك، لا تقول. هل واحد يتكلم عن نفسه ويقول تصوم؟ يصوم. ماذا تقول أنت تتكلم عن نفسك؟ أصوم. أيوة نعم، في مكة. طيب يا ولد الذي بعده، كيف تسافر إلى السعودية؟ بالسيارة. كم يوما في الأسبوع؟ سبعة أيام. أين ستقضي العطلة يا سعود؟ ستقضي العطلة. قل يا رجل، أسألك عن نفسك، قل سأقضي. سأقضي عطلة الربيع. لا، أين أين أين؟ يسأل عن المكان. في السعودية. هل تساعد والدك في عملي يا سعد؟ نعم. هل زرت مكة يا زكي؟ نعم. هل زرت المدينة عديات؟ نعم. هل زرت المسجد الحرام يا يا حسان؟ نعم. هل زرت المسجد النبوي؟ نعم. طيب ممتاز. الآن تعالوا ننتقل إلى الدرس الذي بعده، لكن الدرس الذي بعده هو القراءة. طبعا القراءة سأضع لكم درجات القراءة، درجات الاختبار النهائي، وأنتم تقرؤون. الآن أيوة، لا نختبركم اختبار القراءة. اصبر. نعم، الآن تعرفون يا أبنائي أن هناك اختبار للكلام، اختبار كلام واختبار القراءة. اختبار الكلام نهائي. نعم، لا، الاختبار النهائي في الكلام هو